الزكاة تنقسم إلى قسمين عندهم هنا، فإلى قسمين، فريضة ونافلة. الفريضة تنقسم إلى قسمين، زكاة بدن وزكاة مال. زكاة بدن زكاة الفطر معروفة، ستأتي نذكرها، الوقت والأوقات فيها ثلاثة، والمقدار، وإلى من تدفع، وعلى من تجب، انتهى. وزكاة مال، زكاة بدن، زكاة الفطر، زكاة مال أربع أشياء: النقدين، الذهب والفضة، ما يقوم مقام الذهب والفضة من العملة الورقية، والسام بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض حبوب وثمار فقط، وعروض التجارة. بعض الفقهاء يذكر لك هنا زكاة الفطر، ايش بقي معنا؟ لا عسل من الزكاة من خارج من الأرض يعتبروه، الركاز، الأسهم يا رجل نقدين، الركاز بعضهم يذكر أن فيه الخمس، وبعضهم يخرج ويقول لا خالف الزكاة في مسألة، ستأتينا، انتهينا؟ الآن هذه الفريضة، بعد هذا يأتي ايش؟ النافل، سيتكلم عن الزكاة على من تجب وإلى من والمقدار. ولهذا يعرف الفقهاء الزكاة بأنها مقدار مخصوص إلى طائفة مخصوصة في زمن مخصوص، هذه الزكاة. لكن عبادة حتى ندخل ايش؟ الإخلاص أولا، تبتغي بها وجه الله. نعم، خلاص ذكرنا. نعم، وقلنا زكاة بدل، تمام، من تدفع ومن لا تدفع له. نعم، الاثنين تمام، ادخل الصيام فريضة ونافلة. الفريضة ثلاثة أشياء، صيام الفريضة ثلاثة أشياء، ما هي؟ صيام الفرض ثلاثة أشياء: رمضان والكفارات والنذور، هذا الفرض، والبقية نفل، تمام. سيتكلم عن أركان الصيام، الصيام له ركنين: نية وإمساك. وستتكلم عن المفطرات، صح؟ وستتكلم عن النفل، وما مستحبات الصيام، مكروهات الصيام، محرمات الصيام، يذكر هذا. نعم، ثم الحج. الحج سيذكر فيه المناسك، سيذكر فيه الحج، العمرة، مواقيت زمانية، مواقيت مكانية، صحيح؟ أركان الحج، شروط الحج، واجبات الحج، مفسدات الإحرام. نعم، سيذكر في الفرض والنفل. نعم، ثم يذكر أشياء تأتي ضمنا مع الحج، سيذكر فيه الهدي، أضاحي، عقيقة يدخلها، صح؟ أي نعم، يدخل زيارة المدينة، أي نعم، لأنه يأتي الحاج يشد الرحل إلى ماذا؟ لزيارة المسجد النبوي، ولا يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ضمنا تذكر هذه الأشياء. نعم، انتهى الآن من العبادات، بقي مع الجهاد. هذا ختام مختصر لم يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الجهاد، وقلنا نحن نسير خطوة خطوة، فبدأنا بهذا الخطوة، الآن قدم العبادة، الآن يأتي بماذا؟ معاملة. أول ما تحتاج بيع الشراء، بدأ بالبيوع. البيع الآن سيذكر فيه شروط البيع، نعم، سيذكر فيه البيوع المنهي عنها المحرمة، سيذكر فيه الربا، سيذكر فيه القرض، سيذكر فيه الإيجار، الرهن، الوكالة، نعم، أشياء كثيرة تذكر هنا. هذا الباب تراه باب سهل بإذن الله، سهل جدا، تضبط فيه مسائل ينتهي الأمر. الأصل في البيوع حل، أي بيع على وجه الأرض الأصل فيه حل، من ادعي التحريم يطالب بماذا؟ دليل. شيخ الإسلام اختصر هذا الباب رحمه الله وقال أن الإشكال، كل الإشكال، هذا الإشكال كل إشكال من عندي يعني تصور، في ثلاثة أشياء: الأول ربا، والثاني ظلم، والثالث غرر وجهالة. أي معاملة ليس فيها هذه الثلاثة أشياء الأصل أنها
جائزة، من يدعي التحريم وطالب بالدليل. كيلو ذهب باثنين كيلو ذهب معاملة، الأصل في الحلقان لا ربا، يعني ذن حرام، مفهوم؟ تشتري جوالي؟ قال أرى، قلت لا دون أن ترى، إذن غرم جهال، مفهوم؟ بيع ما لا يملك، صحيح؟ كذلك محرم. فإذا خلت من هذه الأمور الأصل فيها الحلم، وعلى هذا بنى الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، وكان مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب أصح الأقوال، مفهوم؟ نعم، لأنه بنى على الأصل على الحلم. نعم. قال البيوع، بيع الأصول والثمار، الفرع يتفرع من الأصول، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. خيار، خيار سوق الخضرة على فكرة. كيف كاتب الخيار؟ ها في البيوع بيع الخيار؟ لا، الخيار يعني يخير البائع والمشتري، إما في إمضاء البيع أو فسخ البيع، ليس الخيار الخيار، خيار يعني يتخيل. نعم. لأنه إشكال ترى أحيانا، يعني بعض الشباب يقرأ دون أن يرجع إلى الشروحات أو كذا، لأنه إشكال عنده، وسيأتي معنا مثلا هنا باب الشفعة، يقول هذا باب في التوحيد، لا الباب الذي في التوحيد ما هو باب الشفاعة، هنا باب الشفعة، صح؟ في فرق، صحيح؟ باب إحياء الموات، يا رجل في الفقه هنا بعض الناس يقول إحياء الموات، أعوذ بالله، شرك أكبر، صح؟ إحياء الموات، الأرض الميتة التي ليس لها مالك، يحييها بماله، زرع أو حفر بيت، سيأتي، مفهوم؟ بعض الأبواب ممكن أول مرة تمر علينا، نحن نريد يعني فقط يعني تتنبه لهذه الأبواب، يعني هذا يعني بعض الناس يقول ما الذي أتى باب الخيار؟ إحياء الموال، الشفعة، كذا، أي نعم، مثل الآن مثلا في العقيدة تقرأ في كتب المعتقد يقول باب المسعى الخفين، أو المسعى الخفين في كتب العقيدة، إشكال هذا، صحيح؟ مسعى الخفين جاء معنا هنا، لماذا يذكر في العقيدة؟ أن المسعى الخفين أصبح شعار أهل السنة والجماعة، عرفوا به وخالفوا بهذا بعض الفرق الضالة، أي نعم، مفهوم الشيخ؟ عندنا أشياء أصبحت شعار أهل السنة والجماعة، منها المسعى الخفين، فأدخل المسعى الخفين في كتب المعتقد، طيب؟ نعم. الرهن والضمان والكفالة، هذه أشياء توثق بها البيت، عقود توثق، صح؟ رهن، قال أقرضني، قال رهن، حتى يوثق إيش؟ القرض والكفالة والضمان، أترك الذي بيننا الآن كفالة وضمان، لا لا لا، تعريف العوام يعني ما هي الكفالة والضمان، هذا شيء آخر هنا عند الفقهاء غير اللي نعرفه. نعم. هذا المحجور عليه، يعني السفهاء هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، في سيطول الكلام، يعني من يشرب الدخان ستي نسأل الله العافية والسلامة، صح؟ هذا لازم محجور عليه. نعم. ايش دخل الصلح الآن؟ لأن الآن البيع لابد فيه خصومة، صح؟ فأتي باب الصلح، والصلح أشمل كل صلح، الله سبحانه وتعالى في الآيات التي فيها خصومة بين الزوجين ماذا قال في نهاية الآيات؟ قال والصلح خير، ولم تكن الآية والصلح بين الزوجين خير، لماذا؟ الله يفتح عليك حتى يشمل كل صلح، كل صلح خير، مفهوم؟ بشرط ألا يكون هذا الصلح يحل الحرام أو يحرم الحرام، مفهوم؟ نعم. الآن بدأ يذكر لك الآن وكالة، نعم،
والشركة والمساقاة والمزارعة. قلنا في العقيدة. أي نعم هنا هذا غير ذا. نعم هناك شرك أكبر وهنا يصح جائز. نعم جعالة والإجارة لقطة، هذا إشكال عندنا، يعني اللقطة لابد نتكلم فيها، مهمة جدا عندنا. نعم مسابقة والمغالبة، وهذا إشكال عندنا خاصة رسائل الجوال اليوم، اتصال على الرقم 700 من سيربح المليون، الجوائز هذه اللي تأتيك الآن مسابقة رمضان كذا، نتكلم عن هذه المسائل مهمة جدا، إن ممكن تقع في كبيرة وانت لا تدري، مسابقة والمغالبة والألعاب، خاصة عندنا بعض الألعاب اليوم الله لا نسيت، نرد موجود الآن كثير بالجوال، نرد كبيرة ما. حتى هذا عبر الجوال يقول أنا لا أمسك النرد بيدي، تمسك ولا تمسك، كبيرة من كبائر الذنوب. شطرنج عندنا سيأتي معنا أنها تنقسم على ثلاثة أقسام، خلاص محرمة بعوض وغير عوض، النرد والشطرنج هذه محرمة بكل حال، مفهوم؟ والقسم الثالث يأتي إن شاء الله. نعم أنا والله أردت التنبيه على هذا، لأن هذه المسائل تأتي وبعد سنين حتى يتنبه لها الناس. نعم نعم غصب المال مقصود. نعم من اقتطع. نعم العارية الوديعة. نعم شفعة والشفاعة. شفعة نعم هذا فيما لم يقصد سيأتي. الوقف نعم تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، يعني هذا يضع ثلاجة ماء واجعلها وقف في سبيل الله، مساجد. نعم من أنفع الطرق سيأتي على ما سيقول المؤلف رحمه الله تعالى الآن، طباعة الكتب مثلا وقف أوقافها. نعم هبة وعطية ووصية، ثلاث أشياء يقول، الهبة شيء والعطية شيء والوصية شيء. الهبة في الحياة والصحة، والوصية بعد الموت، خلاص، والعطية في الوسط، حال الحياة لكنها في المرض، في مرض الموت المخوف، مفهوم الشيء؟ لذلك إذا عندما يقول الفقهاء الفاظ تتنبه لها، هناك فرق. كفالة والضمان عندنا ممكن شيء واحد، أما هنا غير. قال الهبة والعطية والوصية، إذا هناك فرق. نعم. ثم المواريث الإرث. الإرث هذا أخواننا والله باب سهل جدا. الشريعة يسرها الله سبحانه وتعالى. بقي النسل. إذا سلكنا وصلنا، أما إنسان يأتي ويقول لا ما استطيع على هذا الباب، قزم، حاول، ادعو الله. ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجد من شيء إلا من وقل ربي زدني علم. والباب هذا يعني سهل جدا، لكن يحتاج إلى تمارين. شوف تبحث عن جيرانك تموتهم ولا اصدقائك، مفهوم؟ بعض البعض يقول ان هذا الباب يعني الاصل ما نعلم النساء، انه اول تركه تحسبها الزوجه اي تركه الزوج، تموت الزوج تحسب، لا ترسع عشرة الزوجية حقوق الله سبحانه وتعالى، قد مفهوم توحيد. نعم موارد امشي بعدها. باب العتق. باب العتق. نعم باب الكتابة. الآن باب العتق، الآن الدخول في الرق من أين يكون؟ وعندنا إشكال هذه الأيام، سموه الرق الأبيض أو الرق كذا، وإشكالات كبيرة جدا، وسنذكر أن الإسلام جاء
وأغلق كل الأبواب لدخول الناس في الرب، ولم يبق إلا باب أسر الحرب والجارية أنجبت من غير السيف. إذن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لإغلاق هذا الباب. وسنذكر بإذن الله أن الكفار في هذه الأيام وضعوا رق والله لم يوضع في التاريخ. نعم. ويقول عن الإسلام، والإسلام أغلق كل الأبواب وفتح أبواب كثيرة للعتق. نعم. والله إشكال كبير في النكاح، أكبر إشكال. لو تشوف ما شاء الله، لو الليلة يتخل نتكلم للفجر عن النكاح ما أحد يخرج من المسجد والكل يخرج. أما عندما نتكلم عن التوحيد، نتكلم عن العقيدة، نتكلم عن كذا، سبحان الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض العلماء رحمهم الله يقول جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرد وشهوة الفرد. ما أحد يتكلم من طلاب العلم أو في مجالس العلماء عن شهوة الفرد شهوة الفرد. عين فو تزوج تزوج. نعم هذا الباب واضح، وبإذن الله أنا أشرح هذا الباب أحسن. الله أحسن. نعم. أذكر شروط النكاح، العيوب في النكاح، سيذكر المحرمات والخطبة. نعم نعم. العيوب في النكاح ما يحتاجها. نعم. العشرة بين الزوجين. نعم. الخلع، خلع وطلاق وعدل استبراء والإلاء والظهار واللعان. نعم. كتاب العدل والاستبراء ذكرنا. باب نفقات الزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. الآن نفقات، ناس من يذكرهن فقط للزوجات، ذكر النفقات على الزوجات والأقارب والمماليك. نعم. كتاب الأطعمة، أطعمة مع الأشربة. نعم ناصر. باب الزكاة والصيد، الزكاة ذكرها من تقدم. هنا الذكاء التذكية. نعم. والصيد، إنه الصيد يعني ما يذكر إلا إذا أدرك حيا. صحيح، سأذكر هذه المسائل. نعم. الأطعمة والأشربة، والأشربة الأشربة عندنا إذا كان مسكر حرام، مضر حرام، وغيره حلال. صح. حيوان أو غيره، الحيوان لابد فيه من الذكاء كما قال الشيخ جزاه الله خير، أو صيد. نعم. حتى يكون حلالا إلا الحوت. صح. هذا ما يذكر الحوت، ميتتان ودماء. تمام، سيذكر هذه المسألة. امشي. الأيمان، الإيمان في كتاب التوحيد. هنا معليش أخواننا حتى يعني نفرق، القارئ والله يقرأ قراءة صحيحة جزاه الله خيرا، وأنا إيش كان عندي هناك الإيمان، هنا الأيمان يمين. والنذور لماذا؟ لأن النذر في الأحكام قريب جدا من اليمين، يختلف في بعض الأحكام، ولهذا في باب واحد الأيمان والنذور. تمام. بعضهم يقرأها الإيمان. نعم. نمشي. مع أننا هناك في التوحيد حتى النذر يأتي في التوحيد، فهو قد يقول الإيمان والنذور. نعم. كتاب الجناية، قلنا الآن تزوج وباع واشترى، حصلت الإشكالات وحصل الطلاق، بدأ بماذا؟ جنايات. نسأل الله السلام. نعم. أكثر ما يكون من إشكالات، يعني لو تسأل قضاة المحاكم أكثر ما يكون إشكالات إما مواريث، أخذ مالي وأخويا وجدتي. صح. أي مواريث أو نكاح. صح. بيوع، بيوع دخل شوية في المواريث، قسم قسم التركات والدخل. نعم. باب حكم المرتد،
انتبه، يقول حكم وإحنا حدود. المفروض يقول حد المرتد، قال حكم المرتد. في إشكال؟ نعم في إشكال، إنه قال حدود صح، بعد حد إيش؟ بعده بعد. لا لكن هنا في حد القذف، حد السرقة، حد الزنا، صحيح حد حد حد. أما المرتد قال حد، لا قال حكم، حكم المرتد صح. لماذا؟ من يعرف؟ لماذا لم يقل حد؟ قال حكم. ها لا يقيم الحد إلا السلطان، ما يقيم الحدود إلا السلطان، لقد قال حكم ما قال حد. السارق الآن رفع أمره للسلطان وتاب، نتركه؟ يترك السلطان يقيم عليه الحد. أما المرتد لو رفع للسلطان قال تبت، سقط عنه صح؟ لذلك قال يستتاب ثلاثا، استتاب ثلاثا أو لا، وحكم يستتاب أو لا هذا أمر آخر. المهم حتى تفرق بين ماذا؟ المرتد هذا ليس حد، هذا حكم. والسارق والزاني نسأل العافية والسلامة والساحر هذا حدود، مفهوم؟ أي نعم. وليت تتنبه الخوارج عن هذه المسائل صح؟ أي نعم. الآن وقعت الخصومة، وقعت الحدود، الآن لابد من قاضي يفصل. نعم. القاضي عنده قسمة إجبار، هذه لا يجبر هذا ويجبر، تأخذ 50 تأخذ 50، هذه إجبار. وقسمة تراضي ليس إجبار، تتنازل قال تنازل، تتنازل قال تنازل، تأخذ الواجهة الشرقية قال تأخذ الواجهة الغربية قال نعم الحمد لله. مفهوم؟ هذه قسمة سيأتينا. وش غيره؟ إقرار حتى يخرج من هذه الدنيا بلا إله إلا